في التلفزيون بيجيبوا لك شرك محمد المنتصر لذلك لابس طرحه حمراء موقع كده باحمر، الطواف حبل القبر ما فيه حاجه، وتنادي الشيخ ما فيه حاجه، وقال شطح يجيب لك وغطاه ناديهن الآية من سورة يوسف. هذا المجرم الضال محمد المنتصر لذلك بيجيبوا في التلفزيون، تقلب قناه ثانيه الصحوه سيديري دخلوا الخلوات يا ليلى ودير زمان ومفات، ويقول لك كلام واحدين بيبكوا، والله بحيرني واحدين بيبكوا ده بكون عجبته. تعرف الصولات؟ تعرف الصولة؟ ما في واحدة حفلات قديم الصولة دي في الأورجن تيو بتعمل كده تيو تيو، ده بكون عجبه الصولة ويبكي بتاع النجس يعني بتاع رئيس عجبه الصولة وما فاهم حاجة. ده شرك يا أخي، ده شرك. في الليل الهادي بنادي سيادي 15 واحد بيبكوا ورا يبكوا كده وصلوا عليه، قال بنادي سيادي في الليل الهادي، تفهمين الكلام ده؟ قال في الليل الهادي، ده مخالف لدعاء الله سبحانه وتعالى. العبادة الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، دير خالفوها. قال في الليل الهادي بنادي أسيادي جملة وفرادي، قم يا خي ناديهم لي رجال الله البزير البي، قال قبل فوق نادي أهل الزوق، قبل تحت نادي مسك، قبل صعيد نادي عوض الجيد، قبل قدام نادي الهمام، أسرع قوام يلفوق قوام. بعد كم كده دقيقة دقيقتين والحق يا هذا شرك بالله. انت لو دعيت رسل وأنبياء مش قدامهما دي المجرمين ديل برعي، ده واحد فرحان بجاء قال برعي يا برعي مجرم برعي بتاع شنزل البرعي رجل ضال أضل السودان إلا من رحم الله. والله انت لو دعيت أنبياء ومرسلين، لو قلت يا نوح يا محمد صلى الله عليه وسلم يا موسى ويا زكريا ويا عيسى، مشرك كبير كمان مش مشرك صحيح. تقال يعني هي بالمنادة يعني تعزل واحد ظريف تناديه، ما نقيت أي واحد غير الله مشرك، كان ظريف ولا ما ظريف مشرك طوالي. أي ظل مع الله سبحانه وتعالى، ولو كان نبيا ولو كان ملكا ولو كان صالحا أو طالحا. هسه أمشي الجامع أي مسجد تاع صوفية ولا بتاع صار سنة دينا خلوه تتكلم طبعا، وذاك واحد أخونا قام يتكلم أبدقين مزقوا أبدقين أبدقين والله مزقوا، قال له ما تتكلم والله حجرين علي الله دار يتكلم التوحيد، قال له ما تتكلم مزق كده طلعنا مشينا خليناه. أش مسجد صوفية دي طبعا بخلوك صوفية احتمال خلوك احتمال والله احتمال خلوك يشوفوا كده بيقولوا قايل لك بتاع بلال اول ما تكشف التوحيد بيعرفوك انت زول على الصراط المستقيم، ما ربنا ما خلانا ساي. قالوا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، طرق جماعات احزاب كويس. ايش جاب الصوفيه يقول لهم يا اخي ما تنادى ابو بكر الصديق وما تنادى عمر بن الخطاب وما تنادى عثمان بن عفان وما تنادى علي بن ابي طالب، يقول لك تمام، وما تنادوا البرعي فجلابيه الشرطه جلابيه والله تاخذ بنيتين ثلاثه كفوف حي ما حي الله اعلم، ما تنادوا البرعي وما تنادوا المكاشفي ما تنادوا الصايم ديما والله دقوق دق لما انت احتار ذاتك انت. انا حاسس مغالط راح اوديك انا الجامع بعزل لك جامع والله انا بوديك وبقي في ناق وعايل لك كان جيت مارك ساي كده تفهم معي بعدين والله يا اخي شالوا حق الله، لو شالوا حقك انت ما بترضى، شالوا حق الله سبحانه وتعالى، ادوا للبرعي وللمكاشفي وللصايم ديما والدرعجوز وادمنوا الدلمرين البقعه نبي العكاز لك شفتوا وادمنوا وادمنوا ابو منو ابن منو كلهم دل شالوا حق الله ادوا لهم شرك بالله سبحانه وتعالى. ده كلام الحكمه، اصل واحد بيكون ما فاهم حاجه يقول لك ما عندهم حكمه، هي دي الحكمه ذاتها. اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ان عايز تقع تقول يا منو؟ يقول يا الله براو ولا مع واحد ثاني؟ براو. قلت يا البرعي مشرك، كان ده فيه شنو ناسي؟ واحد بيزعل نبز البرعي، ما نبزنا اي زول، لكن ما عنده اي حاجه، ده ما نبز. يا اخي الانبياء والرسل ما عندهم حاجه، ما عندهم حاجه. ليس لك من الامر شيء، ربنا قال لك كده للرسول صلى الله عليه وسلم. ما عندهم حاجه الا باذن الله سبحانه وتعالى، اي زول ما عنده حاجه، ولا رضا. لذلك ندعو على الالوهيه. تدعو الله براو تنادي الله براو الجنة إن الله براو مشوا لزرقاب بيجاي لزرقاب الجنة وكباش بيقول دارين جنة ما بدك جنة إلا الله سبحانه وتعالى. ودعاء وتوحيد الأسماء والصفات تثبت الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل كما جاء بالنص. دعوة الرسل والأنبياء صراط مستقيم تعبد الله، ما تباري طريقة ما تباري جماعة
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم شنو؟ المسلمين. مسلم الله قال الرسول قال الموضوع انتهى خلاص ثاني في شنو؟ ماشيين عاملين أصار سنة إصلاح مركز عام جمعية اثنين قادرية ستة سمانية أربعة حكاية شنو الحظ شنو؟ في شنو؟ الصوفية 80 خيمة كلهم قالوا محتفلين بدعة ما في. طيب لو قالوا محتفلين بالنبي صلى الله عليه وسلم يفرض كلهم يعملوا خيمة واحدة كلهم يتلموا ما في يعملوها. السماني مطلع ذاك ما عنده حاجة، البرعي مطلع ذاك ما عندهم حاجة، الختمية مطلعين ذا ما عندهم حاجة، أي واحد مع الثاني شنو؟ عنده موضوع، أي واحد موضوع براو. هسي ذيل هنا ركياني كلهم ذيل هسي لو أصلا هم على المنهج، إحنا على المنهج الصحيح، نسأل الله ثبتنا على هذا المنهج. هم لو على المنهج الصحيح يجوا معانا هنا يتكلموا في التوحيد، لكن ما بيجوا ليه؟ لأنهم حزبيين بيحاملوا محمد مصطفى عبد القادر النبض الصحابة المجرم، ذلك المجرم العجوز. هذا الرجل أتغرب ببغضه إلى الله سبحانه وتعالى، والله العظيم إني أبغضه في الله. المصطفى رسل له في رسالة قالوا شلوت ما عندي معه أي حاجة، أنا مجرم. بيتكلم الصحابة قال شاكر وتفتف بصدق منه أنت ما عندك تعرف حاجة، بعدين أصبر شد حيلك لقي الله يوريك إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نسأل الله سبحانه وتعالى ثبتنا على المنهج الصحيح، وصلى الله عليه وسلم محمد، ونقدم الشيخنا آدم فضل مجيدين مشكور الشيخ آدم.